والآن إلى آخر أخبار الطقس. والآن مع ميزار مرة أخرى، تفضل ميزار. شكرا نهى وشكرا يوسف. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في محطتنا الثالثة والأخيرة، نستعرض فيها أحوال الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الثلاثاء طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وعلى جنوب الصعيد، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي مشاهدين الكرام بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله على محافظات ومدن الجمهورية، نبدأها من محافظة القاهرة. فيها درجة الحرارة العظمى تشير إلى أنها 21 درجة والصغرى 12 درجة، والجو في القاهرة معتدل. في الإسكندرية 21-12 الجو معتدل، وفي مطروح 20-11 الجو معتدل، في بورسعيد 21-13 الجو أيضا معتدل، في الإسماعيلية 22-12 الجو أيضا معتدل. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى هناك 22 درجة مئوية والصغرى 10 درجات، والجو فيها معتدل. في العريش 22-10 الجو أيضا معتدل، في طابة 23-12 الجو معتدل، في شرم الشيخ 29-16 والجو فيها مائل للحرارة، وفي الغردقة كذلك الجو مائل للحرارة، تشير درجة الحرارة إلى 28 درجة والصغرى 15 درجة. في محافظة الأقصر درجة الحرارة العظمى 27 درجة والصغرى 10 درجات، والجو فيها معتدل. في أسوان 29 درجة 15 الصغرى، والجو فيها مائل للحرارة. في الوادي الجديد 24-6 والجو فيها أيضا معتدل. في شلاتين 28-20 مائل للحرارة. وأخيرا في حلايب 27-19 والجو فيها معتدل. والآن مشاهدين الكرام نستعرض معكم درجة الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.